حرية التعبير في الجزائر في الحقيقة قطعت أشواط كبيرة بفضل التضحيات التي قدمتها إطارات الصحافة في الجزائر، كذلك الشعب الجزائري بداية الانفتاح في نهاية الثمانينات. ثم نستطيع القول بأن الصحفيين أو الإعلاميين الجزائريين يعني قدموا تضحيات كبيرة ومن أجل الوصول إلى ما نحن عليه الآن من حرية التعبير، ربما فاقت في بعض الدول العربية التي تجاورنا أو في مناطق أخرى. الصحافة في الجزائر قطعت أشواط معتبرة ينبغي تثمينها وتقديرها عاليا، كل هذا كان بفضل تضحيات وجهود قام بها الإعلاميون. كذلك من ناحية أخرى المشرع الجزائري يعني وفر إطارات قانونية من أجل تنظيم المهنة وضبط حدود التعامل والممارسة الصحفية، بحكم أن يعني الحرية المطلقة يعني لها تداعياتها ولها سلبياتها كما لها إيجابياتها.